مرحبا، هالمرة جيتكم بفلوج ثاني من رحلتي أو من سفرتي إلى ماليزيا. تحديدا صورت بفيديو سابق اللي هو رحلتي إلى جنتينج من كولمبور أول ما وصلنا إلى جنتينج، وهالمرة من جزيرة لانكاوي. أول ما وصلنا بالليل، ما كان شيء واضح عشان أصوره وكنا مرهقين، فقمت الصباح قلت لازم أصور لكم المكان اللي أنا سكنت فيه، وتحديدا جزيرة لينكاو بمكان رايق وحلو. وتقريبا هالمنتجع أصلا ما يجون عرب كثير أو خليجيين كثير لأنه مو معروف واجد. فوقت ما كنت أنا أدور على منتجعات بجزيرة لينكاوي، طحت على المنتجع وكثير عجبني، وتقييمه كان عالي وحرفيا يستحق هالتقييم وأكثر. يمكن عيبه الوحيد اللي هو فيه كان حشرات بالمكان، لأنه أساسا كان جوات غابة، بس ما كان عائق ان احنا نستمتع بالمكان وان احنا نتصور فيه ونقضي فيه اجمل 3 ايام موجودة بهالمكان. بعد ما سويت لكم تور بالغرفة، طلعنا نفطر. وقتها كان الجو حلو، يعني ما كان في شمس، وبالغالب بالليل يكون اساسا مطر. المهم احنا متجهين، ما ندري وين متجهين، بس انه قاعدين على البركة ندور بالمنتجع لانه يعتبر كبير، ما هو بصغير اساسا. و من المناظر الحلوة شكل البيوت، الترحيب اللي يحوفونك حوف وقت ما تجينهم اللي هم أصحاب المنتجع. المهم الشيف استقبلنا وقال لنا هنا مكان الفطور، وبعدها كذا قعدنا نتفتل شوي قبل لا ندخل، وهذا كان المنيو حق الفطور. يعني كان كل يوم فيه أنواع محددة أو طبقين يسوونها لكم بالفطور، فعليكم تختارون يا تبون الطبقين نفس بعض او تبون الطبقين مختلفين على حسب انتو ذوقكم. فطلبنا طبقين اول يوم مختلفين وعصير الفرنش توست. اذا زرتوا المكان اتمنى تطلبون الفرنش توست مخصوص اذا كان مو موجود باللائحة، انه حرفيا يفوز عندهم الطعم خرافي. حياتي ما ذقت فرنش توست بهاللذاذة صراحة، فأنا من محبين الفواكه وكان هذا الشيء حلو بالنسبة لي. يعني فاللي ما يحبون الفواكه ما أدري يعني هو بيناسبهم أولى. وكذا وإحنا جالسين كانت تمطر، الأجواء خيال خيال خيال، فأبيكم تستمتعون بالمناظر اللي موجودة. Thank you.
بالمويه. بعدها انتقلنا الى الوجهة الثانية اللي هو ميدان النصر، يعتبر من اهم المعالم السياحية الموجودة بلنكاوي. فالشيء الجديد اللي عرفته ان كلمة نصر يعني لنكاوي، يطلق عليها لنكاوي، فهذا شيء جديد بالنسبة لي. فتقدرون تجونها عن طريقين، يا تجونها بالسفينة عن طريق البحر، او انكم تجون فيها بالسيارة. هي حلوة لكن ما تعتبر بصراحة شيء واو، يعني مجرد تمشية بسيطة اذا حابين تتصورون معه، فيعتبر كذكرى حلوة. والله جمال المكان، آه يا الله. الحين نشوف الكوكو. ما تقدر تلمسه بابا. ها؟ ممنوع. مش هتسوي كل شيء وبا انا عم بوصل. النسر الصغير السعودي صح؟ انت نسر صغير. Can you turn it off when we're outside, please? Thank you.
نشوف. Thank you so much.